هشام. وين عم سلجنا؟ وليدي هشام. اهلا وسهلا. ناري شكون جبتي لي اليوم؟ هذا شي دوسي باين. جبتي لي مراد متوكل ومن لا يعرفه. اييه. بغيت مراد يعاود لينا شي مره كان في شي كوب دافريك وقيل في غانا ولا ما عقلتش بالضبط ولا الكابون وقالوا ليهم ما يخرجوش. سي مراد خرج بغى يضرب دويره زعما تلف هو وصحابو مول الطاكسي وترونات القضية. عاود لينا وليدي مراد عاود. افكتيمو هادي في نيجيريا. alors je profite de l'occasion à travers une personne de remercier tous les techniciens, tous les caméramans, tous les ingénieurs, tout le personnel de 2M parce que parfois راه مثلا نقولوا اش ولكن parfois تنهضروا على السبور ولكن كاين دي ريسك لي انا كنت انا وعبد الرحيم بوحديوي كنا في نيجيريا وكانوا قالوا لنا ما نخرجوش لان الا بغيتو تخرجوا خصكم تكونوا اسكورتي بالعسكر في ستيفلاك وبدا افريك. واحد الوقت زعمت مشيت قدام الاوتيل جاو دخلونا تنجري وقال لك لا ما تبقاوش هنا دخلوا الا بغيتو تخرجوا قولوا علينا. مره اخرى مشينا زعمنا وحنا راجعين انا وعبد الرحيم بوحديوي في الطريق وقفنا في واحد الطريق بغينا نصوروا تري سامبل لي ميزون في نيجيريا. منين هبطنا لا كاميرا منين هبطنا لتماك هما يجيو لينا السكان ديال هذيك المنطقه اشنو عندهم لا في قبل ما نجيو ضربوا هاد السكان ديال هاد البلاصه مع هاد السكان ديال هاد البلاصه. الوغ غير باش نقول لك في نيجيريا راك عارف 30 مليون دابيتون في لاغوس. الوغ ملي تنقول لك ضربت هاد البلاصه مع هاد البلاصه ضربوا 10 مليون مع 18 مليون دونك انت جيتي وسط منهم. حنا جينا الوسط ومن جينا الوسط يسحبونا دي سود افريكان. داكور يسحبونا دي سود افريكان وبغينا نتشفاو فيهم وداك الشيء. دونك سكي في عتقنا واحد عسكري هو اللي عتقنا ركبنا في واحد لو تاكسي كرفسونينا التاكسي ورجعنا للوتيل ومن تماك حتى نتفرج في الكوب دافريك في التلفازه.